حقيقة عشائرنا الكريمة بالفرات الأوساط أكو التزام كبير بها يعني بالفصولات وبال... فبالآونة الأخيرة احنا نأسف صارت بعض الحالات انه قيام اشخاص بيدقون مضيف شيخ او يضربون واحد طلقات، وهاي ما متعارف عليها عندنا بالفرات الاوسط ابد. يعني اكو يصير تبادي لقاءات بين الشيوخ وتنحل اي قضيه مهما كانت، حتى لو كانت قتول ما بين عشيرتين اكو ناس ساده وجاويد واصحاب بخت هم ياخذون هذا الموضوع باهميه، وممكن يخلصوا بيومين ثلاثة ويصير تفاهم وتحول هاي العشيرة يا عشيرة اللي من عندها طالع الغلط حشاكم الغلط تجي تمشي على العشيرة الثانية وينتهي. فبهاي الآونة الأخيرة مثل ما أسلفت لك صارت عندنا هاي الحالات مال دقة، يجون بعض الشباب المتهورين ويدقون بيت فلان وشيخ فلان، الشيخ ما له علاقة يعني هو الشيخ مفتاح الستر، يعني هو شايل المخيط بعباته ويخيط بشغلات الناس، بس من تقدم مجموعة وتضرب بيته وما مقبولة أصلاً هاي. وإحنا حكيناها ببعض المؤتمرات وشيوخ كربلاء وشيوخ الحلة وكل الفرات والعراق يدرون بها إن شاء الله. والله العظيم هسه يعني بالنسبة لضعف القانون إحنا نعتب على القانون، أول شيء جاي نلاقي صعوبات بالفصولات العشائرية، أكو قانون دولي هو موجود إنه تأميم من الدولة، كل سيارة تتأمم أو شفل أو أي دراجة شو اسمه يتأمم، هذا من يصير الحادث لا سامح الله ما ينذب الكاهل على أبو السيارة، أكو تأميم يقدر أنه يصالح. هاي وحدة. اثنين عندنا بعض الشباب المتهورين اللي يصعدون دراجات، وإحنا نطلب من أي واحد يسمع صوتي من الأخوة المسؤولين والشيوخ والسادات أنه هاي يريد الحالة مال الدراجات شوية تتخلص بكربلاء، لأن يوميا نفقد لنا فد 20 شاب أكثر من 20 شاب، نروح للمستشفى ما نشوف إلا هاي، هذا مقطومة رجله وهذا بظهره وهذا برأسه وهذا كاتل له طفل وهذا كاتل له مرة، بهاي التهور مع الدراجات وبما يسمونها يعلقون بالطرقات يوميا يمكن يم سيد جودة وغات وما شاء من هاي الحالات هو يعني. طبعا هو الضعف الدولة، أي رجل القانون المفروض من ينفذ القانون ما حد يعترض عليه. احنا اليوم هسه اي ضابط بالشرطه او مدير دائره او مسؤول يجي يريد ينفذ قضيه يصير ضغط عليه من الاحزاب، بعض الاحزاب الاخوه انا احترام لكل الاحزاب احزابنا، يصير ضغط على الضابط الفلاني او على المدير الفلاني انه يا بهاي الشغله انت دير بالك على فلان فلان مسيء وخارق القانون. فما يصير احنا نساعد الانسان اللي يخرق القانون، احنا نريد القانون يتفعل دوره وياخذ دوره الحقيقي مثل ما كان قبل يعني بالعراق، القانون هو الحكم. احنا هسه من تو بصير لغوه بين عشيرتين او بين افراد منطقه ويصير رمي من كل الجانبين من هذا الجانب من ذاك الجانب ويجي القانون ما اشوف له اهميه، انا بواحد الناس ما اشوف سيارات الشرطه واقفه وماكو احترام للقانون، القانون هو الفيصل الوحيد لحمايه عشائرنا وحمايتنا. فهاي ايضا هذا الموضوع نأكد عليه احنا انه السلاح بيد الدوله وما يصح الا الصحيح. شيوخ وجهاء عشائر كربلاء المقدسة نستنكر هذه الحالة الظاهرة بمحافظتنا بالنسبة للجلوة وبالنسبة للحوادث هاي اللي قاعدة تصير والدقة العشائرية، وبالضبط طبعا الخارجين عن القانون هم أول ما يضعفون الدولة هم وضعف كل الأطراف وبعض من الأطراف اللي بالعشائر الغير منضبطة، هاي هي سبب ضعف الدولة. عندك ناس ما منضبطين فتجي من هناك يعني يطلبوا بكيفه، اكو فصولات مثلا عندنا هنا دخلت دخيله الى محافظه كربلاء والشيوخ عشائر كربلاء قاعده تعاني من عندها، يعني هاي مثلا مبالغ 150 مليون او غيرها، هاي ما عندنا احنا هنا اكو ضوابط واكو شيء ثانيه متعارف عليها عند شيوخ عشائر كربلاء كافه، هاي متعارف عليها. فاجت هاي القضايا قضايا دخيلة على محافظة كربلاء وإحنا طبعا استنكرتها عشائر كربلاء.
السلاح بيد الدولة هو المفروض لازم بيد الدولة، لأن على مود القانون يحمي الضعيف ويحمي القوي. إحنا ما يصير يعني القوي عنده سلاح يقدر يهدد الضعيف، والضعيف يعني ما عنده كل شيء، يعني الضعيف هو مستضعف. فإحنا ناشد الحكومة أن تفعل دورها، يعني الحكومة هذا الرمل بالأعراس قاعد يصير، رمل بالمناسبات بالفواتح بالهوسات بالعراضات، هذا إحنا نريد الحكومة تفعل دورها وتصير. ما نريد إحنا هذا عنده عرف واسطة وهذا عنده كذا، تجي منك توقف الدورية مجرد حكايتين من واحد رجل معروف تخلي وتروح، وتبقى هاي الناس قاعدة متأذية من الإطلاقات النارية، وهواي ناس تأذت المستشفيات انترست. انت لا صار تفعل دور القانون وتفعل دور الشرطة بالشارع، هذا يقدر يتخلص من عنده. انت ما هو مفروض يعني تطب للبيت تجيب البندقية وتجي، بس الانسان من يطلع البندقية بالشارع اكون مفروض اكو دولة حاسبه، من حاسبة الدولة بعد ما يقدر يطلع سلاحه. احنا بسبب النظام السابق الناس بعض الناس اكو هو عندها سلاح، لكن شفت لك سلاح يطلع برا ما يطلع، يعني الشرطي والمسؤول والمختار المنطقة دوره فعال وقوي. هسه ماكو دور فعال وقوي، يعني هسه كلها محصورة بيد التحاكي، وقال لك أنا مثلا من تبي الحزب الفلاني، أنا بالتيار الفلاني، أنا بالعشيرة الفلانية، وهذا ما يجوز. احنا كان عندنا من شخص طلب عشائريا أو قضية بسيطة شغلة الدقة والضربات التشيلات على مضايف الشيوخ، يعني كانت ما عدنا ولا نسمعها. كان شخص يروح مندوب مثلا لقريط للشوافع لعبودة يقول له هذا مطلوب عشائريا وعدلون أرواحهم ومشون عليه ويرضونه. احنا اختلفت الآراء العشائرية، يعني ما عرفاني، يعني مدوا علينا ثلاثة أرباع العشائر حاليا، يعني لو عدهم دين وعدهم معرفة بالله سبحانه وتعالى خاف واحد يزعل مني كان ما صار هذا الخلل بالعشائر. يعني اليوم أنا أطلبك تروح تضرب بيتي؟ اثنين، قضية عشائرية صارت دهسة ياخذ أكثر من المقرر، قتل متعمد، أكو دية دابينها براس المراجع ليش 12600، قال سيد علي السستاني الله حفظه، قال فلان قال فلان من العشيرة. احنا أكو خلل عشائري، واليوم الشيخ العشيرة ما مسيطر على عشيرته، كل عشيرة بيها خمس شيوخ وستة. هذا يجب أن العشائر تراجع نفسها ويخلون قرار، قرار اللي هسه حاليا مجتمعين كل عشائر الفرات موجودين هسه وكربلاء، لازم يحدون. ماكو فلان والله لبس لعباه وشماغ وعندي سيارة مونيكا، والله أنا الشيخ عمامي وشيخ عشيرتي، يجي ابن العشيرة مظلوم شي طبيعي قال له أنا أخذ لك أكثر من ذاك الشيخ فلاني، أخذ لك وخربطة العشيرة بأول بأول. الخلل بالعشائر، الأحزاب اللي موجودة كل من وربعة، اليوم أنا عندك بيك راح جاب الحزب مالته، وإلا 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 ضرب شيلات والقانون قاعد وساكت. والله ما أقدر، حزب الفلاني قوي، حزب الفلاني قوي، ليش؟ أكو عشائر، هو من عشيرة. الدولة لازم تقوم بالواجب الصحيح، يعني حكومة المحلية ما إلها دور بهذا الشيء نهائيا، اللي يضرب طلقات، اللي يهجم على واحد، متابعة الدوريات بالمناطق ما إلها، يعني حتى لو تشوف المشكلة توخر عنها، سببها الدولة والأحزاب اللي موجودة بالعراق وكربلاء. كيف تخلص من السلاح وانتشار السلاح في ظل عودة الحكومة نفسها؟ حقيقة المفروض الدولة تأخذ دور بهذا الشيء، الدولة، قائد الشرطة، محافظ كربلاء، اللي موجودين، الحكومة المحلية، ما تجامل فلان وفلان، تأخذ الذبة بالسجن كل ما صير حدث الذبة بالسجن. وحتى لو توسط شيخ العشيرة ما أجامل، هذا القانون فوق الكل. بس إحنا المشكلة القانون نقول فوق الكل، بس للأسف للمجاملات والخوة اللي موجودة تتحمل مسؤولية الحكومة. تخلص شلون يعني؟ تخلص أنا هسه عندي من عشيرتي 54 ذبون سجن، عندهم سلاح، يا صادر سلاحه وغرامة عليه سنة الزمان أحكمه، يسمعون يعني القضاة لهم دور بهذا الموضوع، يذبونه سنة الزمان، إلى أن ذبوا أولادي من عشرتي خمس سنة الزمان، وغير وغير. الناس تخاف، الناس ما الخوف. إحنا مو نقول الدولة فوق الكل، القانون شاكي، ليش يخاف من الأحزاب؟ أقعد أجتمع مع الأحزاب اللي موجودة المؤثرة، أكو أحزاب ترى قاعدة وساكتة ما لها علاقة، أكو أحزاب مؤثرة أقعد وياها اجتماعات، مثل ما جاي يجتمعون بالمجلس، مثل ما جاي يجتمعون بالمحافظة، مثل ما جاي يجتمعون بالمركزية، لا يحتاروا لي هذا خاف منه وهذا ما له علاقة بي وهذا عده ظهر. لا، القانون فوق الكل علي، مو بس على الفقير،
ليش هاي مصيبة كربلاء اللي صارت المركزية قامت بالواجب بدياله الشهداء الأبطال في كربلاء؟ لا ما قامت نهائيا، ما قامت بالواجب خلف الله ذوي الشهداء، هم اللي جابوا الشهداء بلغوا الدولة. هو لحد الآن من بداية السقوط لحد اليوم احنا قانون ما عدنا، قانون على الفقير، يعني حقيقة نطالب تفعيل القانون على الكل كل من يكون، يعني ما عدنا، ما حسينا ثمرة الدولة عدنا. أنا أقول لك يعني شغلات البسيطة، وساطات المجاملات يطلع من السجن. إحنا نريد نقوي القانون ونمشي باسم القانون، يكون الدولة إلها احترام والمواطن يهاب القانون. هسه اليوم أنا سيطرة واقفين ذاك يوم قدام عيني، سيطرة 4 نزلوا ما احترموا الشرطي. الشرطي هذا يمثل القانون، وإلا ضربوا السيطرة وطلعوا. زين هذا لا قوي الشرطي والضباط لازمته والقيادة لازمته، يقدر هذا يضرب السيطرة؟ حتى لا كاننا من الأحزاب، أكسر ظهره بالقانون، تعال فوق القل القانون، ما يصير هذا الحكي. احنا نحمل المسؤولية الحكومة المحلية والمركزية على هذا الإجراء. طبعا هاي الظاهرة عندنا هواي عدة حالات، وطبعا حتى الحكومة خلت عقوبة صارمة بهذا الموضوع. أول واحدة اللي يقتل هو متحمل ذنبه، لا أخوه لا ابن عمه مسؤول عنه. اثنين بيته شنو ذنبه؟ يحرقه والبيت طبعا ألبس للعوائل وآثاث غيرها، هذا يخص البيت. أكو بعض الإخوان ظاهرة هي مو صحيحة ومرفوضة جملة المصريين، لا شرعا ولا عرفا أن يحرق البيت. الدقة هم مرفوضة أيضا، خاصة محافظة كربلاء، أكو بقية محافظات أكو موجودة، بس إحنا عندنا منبوذة وما مرتنا، أجتنا يعني مستحدثة، صارت أكو حالات وإن شاء الله تتعالج. كتابة على البيض طبعا، من يكتب البيض مطلوب دم، هذه هم ظاهرة مو صحيحة ما مقبولة، لأنه ترويع وشنو ذنب الإنسان اللي يروع العائلة أو غيرها. احنا نرفض هذا الموضوع رفض قاطع، لانه اليوم الجاني يتحمل مسؤوليته، اما الناس عشيره كامله مثل ما تفضل من ساحه السيد، الجاني واحد، اما مثل عشيره كامله هذا يكتب عليه مطلوب، هاي يجي يدق مضيف شيخ، هذا مرفوضه مو صحيح. والله السلاح المفروض حصل بيد الدوله، او مثلا السلاح المرخص غيره، فوضى ما مقبول الفوضى. اما اكو شغلات تصير مرات بالعشائر، اولا النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا العيارات النارية عندما أصير، وأنا في مؤتمرات كثيرة قلت يعني حقيقة يعني الخروقات ما تصير ترى من الناس العاديين. الإنسان العادي إذا ضرب طلقة تجي الشرطة تأخذه، لكن لو صير من سيد معروف لو من شيخ معروف هو تجي. وأنا عدة مرات أقول، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أي جنازة تشيع تحضرها ملائكة صالحة، من تحضر هاي الطلقات النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بزامير شياطين، مرات كلمة لا إله إلا الله ما تسمعها بالتشيع. هذا الشيء مرفوض، ونسأل من الجهات المسؤولة أو العتب الحسيني والعباسية المقدسة أن هذا الموضوع تأخذ بعين الاعتبار وسوي له موضوع تثقيفي يعني على الفضائيات حتى تحد من هاي الظاهرة المصحيحة. الشعب العراقي شعب يختلف عن كل شعوب العالم، حتى الشعوب العربية عنده تقاليد سابقة، وهاي التقاليد بقت إلى حد الآن سارية، منها تقاليد غير مرضية ومنها تقاليد مرضية. من التقاليد الغير مرضية هي مثلا الدقة. بالآونة الأخيرة قام إذا يصير خلاف بين عشيرة وعشيرة يجون يدقون الشيخ، والشيخ يعتبر رجل مصلح ومضيفة مو بس العشيرة لكل الناس، وهذه ظاهرة مرفوضة. اثنين، ان الكتابة على الديران مطلوب دم او مطلوب عشائريا، وهذه دخيلة على محافظة كربلاء ومرفوضة رفض قاطع. هاي الامور الرمي بالعرس او بالحزن هذا مرفوض. انتشار الاسلاح
الغير منضبط أولا سببت الأحزاب، وأكثر المشاكل هي من الأحزاب، لأنه كل حزب هو عنده ناس مسلحين وهذا مرفوض. النقطة المهمة، إذا ما يكون قانون رادع إلى هاي الناس، لا شيخ العشيرة يسوي شيء ولا المجتمع يسوي شيء. يجب أن يكون قانون رادع، وهذا القانون يتمثل بالقوة الأمنية. والأكثر من هذا، مثلا انتشار المخدرات بالبلد وتحت أنظار الأجهزة الأمنية، ولا هذه شلون الطب؟ مو شلون الطب؟ شلون الحدود؟ الحدود بها جيش وبها شرطة وبها أمن، السيطرات موجودة، شلون الطب هاي السيارة؟ شلون تجيب أطنان من الحبوب؟ شلون الطب هاي الحبوب وجاي السمم؟ وهذا أكثر من الإرهاب، الإرهابي معروف في منطقة معينة حامل بيده بندقية، ولكن هذا اللي يطبب الحبوب وأنواع الحبوب زين. واليوم بلدنا منتهك من كل الجهات، ومع الأسف الآن حالة بالبلد هي أكثر من الإرهاب، هو انقطاع الماي من دول الجوار، من الجارة الإيران اللي كل احنا نعول عليها وتعتبر سندنا، 63 رافد هي سادة. تركيا عيب على الدولة تبقى تجامل على حساب الدم العراقي. ذاك اليوم لو تسمح لي شوية، ذاك اليوم عروشهم اهتزت من الموصل، انتهت ووصل الإرهاب إلى منطقة بغداد، وقامت هاي الناس الأبرياء قاتلت ودافعت، عرفت، وخلتهم قاعدين على كراسيهم. خلي شوية يحتركون وخلي يحترمون نفسهم، عرفت. هذا بلد ترسو مخدرات، ترسو أذية، ترسو فوضى، ترسو زنا، ترسو ملاهي، ترسو خمر، ترسو حبوب. أي بلد ما بي قانون فوضى، أي بلد ما بي قانون فوضى. القانون يعني حتى أنت من تقرأ القرآن بي ترهيب وبي ترغيب، تمام لو متمام. البلد يجب أن يحكم قانون، يجب أن يحكمه، ومن المفروض أن يحكم قانون، لأنه إحنا ناس عندنا ناس السيء الأدب ما يرد إلا القانون، ما يرد إلا القانون. فقانوننا راخي، قانوننا قانون مجاملات، قانوننا قانون هذا منتمي لفلان جهة لا تحاكي مدلل، وهذا منتمي لفلان جهة لا تحاكي مدلل، والقانون يطبق على الفقير. مليارات يبوقون ما حد يحاكيهم، والفقير يبوق لقنينة ينحكم 20 سنة، يبوق لقنينة ينحكم 20 سنة، وذاك يبوق مليارات والله منتمي لفلان جهة، عرفت. فهذا البلد خلي يحسبوا الحساب. والله أهم شيء إنه هاي دولتنا الآن فقد القانون بها ما يعني ما مفعل، ضعف الدولة قليل، فأنطت قيمة لهاي شغلة العشائر وشغلة الضربة وشغلة يضربون عشيرة تضرب فلان عشيرة، فهذا كله يرجع إلى ضعف القانون أو ضعف الحكومة المركزية اللي الآن الحكومة المركزية والمحلية بالمحافظات، فهذا اللي خلى هاي الظاهرة تتكاثر عندنا بالبلد، ويكون شغلة ضربة الشيخ الفلاني وضربة الشيخ الفلاني وضربة البيت الفلاني، فهذا كله يرجع لضعف الدولة. الأحزاب، إحنا أكو أحزاب هي خارجة عن القانون، بس هي بالداخل منضوية تحت الدولة، يعني هي بالدرجة الأساس والدرجة الأولى ضعف الدولة، وكثرة الأحزاب ومجاملة بعض الأحزاب أو بعض المسؤولين بالدولة لبعض الأحزاب، مثلا فلان شخص هذا ينتمي للحزب الفلاني، هذا أنا عيب، هذا ما أروح له، خلي يفعل ما يشاء، يفعل يعني ينضرب الفقير وينضرب اللي ما مسنود، فهذا كله يرجع إلى ضعف الدولة. إذا كانت الدولة قوية ومبنية على أساس متين، فهذا هاي الأمور أصور إحنا الناشد من خلالكم، الناشد المرجعية العليا والناشد المراجعنا العظام والناشد الخيرين والسياسيين الشرفاء، أن يوضعون حد إلى تصرف بعض الأحزاب السياسية
تصرفهم ويا العشائر وتصرفهم ويا المواطن الفقير. الفقير الآن إذا ما مسنود ومدعوم إلى جهة سياسية وتسنده أشخاص أقوياء فهذا الفقير رايح. يعني هو إحنا الأساس عندنا ضعف الدولة. إذا كانت الدولة قوية هي تقدر تقضي على مسألة السلاح. مسألة أغلب السلاح هو ده يطلع للعشائر عن طريق الدولة. لأن أنا هسه عندي بعشيرتي كذا منتسب، لما يصير عندي حالة معينة أنا ممكن يعني أستعين بسلاحه. إذا أكو قانون صارم على هذا المنتسب ما يقدر يستخدم سلاحه ضد العشيرة الفلانية أو ضد المواطن الفلاني. فقلت لك إحنا محورنا الأساس وضغطنا الأساس اللي نطلبه الحكومة تخلي حد لهاي المسائل، تخلي حد التسرب السلاح. السلاح الآن موجود، يعني ماكو إنسان ماكو بيته سلاح. نعم السلاح مطلوب، إحنا كنا نطلب السلاح من دخلنا داعش، وبفضل الفتوى المرجعية إنه من أفتوا طلعنا كنا أنا ابني أحد شهداء الفتوى المرجعية راح وقتل استشهد بسلاحه. زين إحنا نعم كنا نريد السلاح، بس الآن إحنا بعد ما طردنا وقضينا على داعش إحنا اللي نطلبه من الدولة أن تنهي موضوع السلاح وتسيطر على الوضع. لأن الآن البلد إذا ما تتدخل الدولة تدخل سريع للأسف البلد إلى الهاوية. يعني احنا عندنا ظاهرة، فالظاهرة مو حلوة هسه طلعت عندنا شغلة الدقة. هاي الدقة احنا في محافظة كربلاء ما عندنا، منبوذة. ليش؟ ان هاي الطلقة من راح الثور، من تي راح تضرب انت تضرب لك شيخ وتضرب لك فد واحد، انه هذا البيت بيه عيال بيه اطفال بيه نساء. هاي الطلقة مو موصاية من تطلع، لعل ما تروح تقتلها فد بشر، مو صحيح؟ واليوم المرجعية العليا حذرت من الرمي العشوائي، مو صحيح؟ فاحنا يعني نطلب من عشائرنا ومن كل شيوخنا وساداتنا ووجهائنا انه اي دقه يرفعونها هاي. نعم. انتشار السلاح، انتشار السلاح ظاهره مو حلوه. نعم. ظاهره مو حلوه. انتشار السلاح يولد لنا الى يعني شغلات غير شغلات، شو اسمه، يعني من ضعف القانون، ضعف قانون مالنا. هاي وحده لازم القانون يتفعل. القانون من يتفعل بعد سلاح ماكو. يعني اذا انا امشي بالشارع شايل مسدس وذاك شايل مسدس وهاي شايل، يعني من تصير اي مشاجره الله لا يقولها يعني راح يروح بها واحد اثنين، مو صحيح؟ هذا ليش؟ هذا احنا نحسب انه من ضعف القانون. انه اليوم اللي يشيل سلاح غير رجل القانون، اللي يشيل سلاح لا، يعني هذا النبذه نبذ خارج القانون. خلص من السلاح في ظل اكو هناك احزاب، اكو هناك عشان احنا نسال من احزابنا ومن حكومتنا المحليه والمركزيه انه تقلل من ظاهره السلاح. زين فقلت لك انا قلت لك هو القانون فوق الكل، مو صحيح؟ الان القانون تقريبا يعني مو ذاك اللي مسيطر عليه. فاحنا نرجو من الحكومه المركزيه انه تفعل قانونها، والخاصه في بعض المناطق. يعني احنا نرجو من الحكومه المركزيه انه تفعل القانون مالها، وشكرا. طبعا نحن اليوم كمواطنون عراقيون نميل الى فرض الدوله لهيبه وسلطه القانون، وللأسف وجدنا مؤخرا أنه هذه الكلمات التي تكتب على الجدران وعلى بيوت البعض أنه مطلوب عشائريا أو مطلوب دم، هذه من المفترض أن لا تنتشر في وسط العراق أو في وسط المجتمع العراقي. وعلى الدولة طبعا فرض هيبة القانون وبالقوة، ومحاسبة كل من يتجرأ على عدم فرض القانون. يعني بالنسبة لهذه الفوضى اليوم الدائرة في العراق، طبعا هناك أحزاب وهناك ميليشيات، وهذا طبعا كله المسؤول بالنسبة للميليشيات، وهناك البعض الآخرين. الدولة هي المسؤولة أولا وأخيرا عن أمن كل مواطن عراقي أينما يكون، وفي أقصى شمال أو جنوب العراق. فلذلك نحن نحمل الدولة والأجهزة الأمنية مسؤولية كل ما يجري في العراق. السلاح اليوم المنتشر
عنده أولاده الأغلب أنه بغطاء قانوني وغطاء سياسي من قبل الدولة، حيث نفس الأحزاب الحاكمة لديها أغلبية، لديها أجنحة عسكرية وسلاح المنتشر القسم الأكبر عند هذه الأحزاب أو ما يتبعها. فلذلك إذا لم تكن هناك إرادة حقيقية للحكومة ولشخصية رئيس الوزراء بشكل خاص لا نستطيع الخلاص من السلاح. طبعا الإرادة السياسية وإرادة الأحزاب السياسية الحاكمة هي السبب الأساس، وهناك بعض الأمور يتحملها المواطن وإن كانت بسيطة، ولكن نحن نقول ليس هناك من جدية من قبل الحكومة العراقية أو الحكومات المتعاقبة بفرض القانون بشكل صحيح، فلذلك أيضا تحميل الأمر يكون على الحكومة بالدرجة الأولى. طبعا للأسف الشديد دائما كنا ما نبتعد عن هذا المصطلح الذي هو مصطلح الثورة، وباعتبار أن العملية التي جاءت إلى العراق عملية ديمقراطية، وحاولنا مرارا وتكرارا أن نساند الدولة وأجهزتها لبناء هذه العملية الديمقراطية، ولكن للأسف الشديد اليوم لا نرى هناك جدية من الحكومة وكذلك من الطبقة السياسية برمتها. فلذلك أعتقد أن الثورة ربما تكون هي الخلاص للعراق.